ايه رايك في عوده طارق حامد للمنتخب؟ عوده طارق لعيب كبير ويرجع في اي وقت، في اي وقت يرجع في اي وقت طارق، والراجل شايف انه هيفيده في الناحيه الفنيه عنده، فطبعا لازم يجيبه. لعيب عادي هتقول لي انتوا ما كنتوش بتجيبوه، انا السؤال انت بتقول يرجع وانت ما كنتوش بتجيبوه، ليه؟ هرجع لك للاجابه الاولانيه اتفضل. اللي هي لانه انك انت ليك كان استبعاد عشان الناحيه الفنيه فقط لا غير، والراجل كان شايف انه طريق طارق مش هتفيده في او مش هتساعده قوي بشكل كبير في الناحيه في التكتيك بتاعه، فعمل كده، فهتلاقي واحد تاني ياخد طارق وطارق هيبقى كويس. عادي اختلاف اراء المدربين متاح، يعني المهم في النهايه النتائج الكبيره مع بعض، شغل المجموعه مع بعض.